مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو زياد. إن شاء الله النهاردة معانا معلومات مفيدة جدا جدا لكل الناس اللي شغالة في التكييفات والتبريد والتكييف عموما. إن شاء الله النهاردة يا جماعة معانا أكواد أعطال تكييفات يونيون إير. زي ما أنتم حضراتكم متابعين القناة، أنا على طول بنزل لكم أي أعطال في أي جهاز يخص أي شيء يخص مجال التبريد والتكييف عموما. لو أنت جديد في القناة اشترك في القناة عشان يوصل لك كل ما هو جديد إن شاء الله. دي يا جماعه الاعطال زي ما انتم شايفين كده، كود العطل ومع وان شاء الله طريقه الاصلاح من اول عطل E0 E1 E2 E3 E4 تمام E5. كل الاعطال بتشوف المشكله فين وبتقدر تحدد العطل تمام وتحلها ان شاء الله بكل سهوله تمام. يعني انا بوفر عليك ان انت بدل ما تلف على العيب علشان تشوف العيب، بتبتدي ان انت تخش على الايه على القناه ان شاء الله وتشوف الجدول بتاع الاعطال بتاعك وتشوف المشكله فين وتقدر تحلها تمام. عندك جميع الاعطال اهي تمام، جميع الاعطال تكييفات يونيون اير الموديل اللي هو الاتش دبليو سي تمام، وبتشوف المشكله فين بالخطا عندك اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 اي 5 اي 6، بتشوف المشكله وطريقه حلها اذا كان العطل ده في الوحده الداخليه، عطل في السنسور، عطل في التسريب، عطل في درجه الحراره بتاعه الغرفه عامه، حمل زايد، كهرباء زايده، الكهرباء ضعيفه. فبتحل المشكله عن طريق الايه الجدول الاعطال ده تمام، بيسهل عليك المأمورية انت لو فني مبتدئ ولسه متعرفش الاعطال. ان شاء الله ده الفيديو ده هيفيدك جدا جدا جدا، فيديو مهم جدا جدا وتقدر تحفظه عندك ان شاء الله، وتقدر من خلاله تحدد اعطال التكييف اليونيون اير تمام. فان شاء الله يا جماعة دي كانت المعلومة ان شاء الله ليكم ان شاء الله النهاردة. ولو حد عايز اي معلومة ان شاء الله تخص اي شيء يخص مجال الغسالات عامة والتبريد والتكييف يبعت لي ان شاء الله في اسفل التعليقات وهرد عليه ان شاء الله في اقرب فرصة. وان شاء الله اشوفكم على خير ان شاء الله. ولو لا تنسى الاشتراك في القناة زي ما انا بدي لك المعلومة بما يرضي الله، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.